بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جواب على الأخ السائل على نوعية الزيت بتاع أوبال زفيرة، يعني اللي هو يعني يشكي من صوت المحرك. أوبال زفيرة هذه اللي هي دي لتر دي تي اي، على حسب ما أعطاني يعني 2005. هذا يسيت مختص في أمور الزيوت، هي تهز في الكاباسيتي نتاعها، يعني الخزان بتاع الزيت نتاعها يرفع 5 لتر ونص يعني بالفلتر. الزيت اللي منصوح به هو 45، ولا بريميوم سانتيتيك سي تروا موجود هنا. هذه 35 45 تبدل كل 30,000 او كل 12 شهر اذا كان السياره ما تمشيش مثلا برشا. عند يعني يعني هو تو قال عنده يعني 10 40 و45، كلام صاحبها يمكن يعني اللي شريتها من عنده يكون كلام معقول، لان عندكم الدنيا برد برشا، عندكم برشا برد، ولهذا يعني كل ما كان الزيت اجود كل ما كان افضل لتزييت المحرك من داخل الجريساج. والصوت اللي ساعات تحت الثكاتين هو في يعني الزيت مسؤول عليه. اما احيانا طبعا اذا كان السياره ماشيه 180 الف تو كما تحكي انت، كون الزيت يعني ينجم يكون المشكله يعني جات بالصدفه ما بين الزيت وما بين الكاتينه، لان يلزم تغييرها هي والشدادات نتاعها والطوندرات نتاعها، يعني الشان والطوندر. هذا زاد حاجة أخرى ما يعني ما لازموش ننسوها، كون احنا مشكلتنا الكاتين الحديد يعني عندنا فكرة إن هي ما تتغيرش، لا تتغير، يعني تتغير كل 150,000 على حسب نوعية السيارة. ما كانش يعني أحيانا تولي شكشكة وتتقطع أو حاجة كيما هيك. فبون هي زاد كاباسيتي بتاع البوان يعني المانيال اللي هي البواتا فيتاس، هذا بتاع البواتا فيتاس حوالي 2 لتر. انا هنا زادك في ليكيد بتاع ترانسميسيون بالنسبه اللي فيهم دوبل بون حاجه، عندنا ليكيد بتاع الفران كيف تبدل كل 24 شهر، او عندنا الكيد نتاع ديريكسيون اسيستي، فما اللي فيهم ديريكسيون اسيستي زاد كيف عندنا كاباسيتي ليبرفيون اللي هو السيستم تاع ريفورديسمون نتاع الماء تهز حوالي 6 لتر. هذه معلومات كلها على السيارة من الزيت والماء.